مؤاخذة كبير، هو احنا كده خرجنا من العراق؟ لا احنا لسه في العراق يا عبد الجليل. طب اصل الجماعة كانوا بيتكلموا بصراحة يعني لغة غريبة قوي، كانوا عمالين يقولوا كاكا كاكا كاكا. ما دي اللغة الكردية اللي بيتكلم بيها الأكراد. مين الأكراد دول يا باشا؟ والله بقى الأستاذ سعد يقول لك، لا يفتى والأستاذ سعد في العراق. بس انت ما فهمتنيش كده يا استاذ سعد، انت قلت لي هنطلع من هنا على مصر على طول، ايه اللي هيودينا اسطنبول؟ استاذ ناجي، انتوا رايحين على مصر ان شاء الله، طائره مباشره بين اربيل ومصر اليوم بالذات ماكو، ما فيش. الساعه 9 طائرتكم على اسطنبول، ساعه وتوصلون تباتون في اسطنبول، وان شاء الله الصبح انتوا بمصر. وهنقضي الليله دي فين؟ ابن عم السردار ينتظركم هناك بالمطار، ياخذكم على فندق مرمرة والصبح يوصلكم للمطار. اطمئن، هذا كله متكفي بيه ابن عم. وهندخل اسطنبول ازاي من غير تأشيرات؟ الجوازات العراقية اللي موجودة معاكم من نوع جي، ما تحتاج تأشيرة، في المطار ينطوكم تأشيرة على طول. يعني احنا هنسافر بجوازات العراقية؟ صدقني يا استاذ ناجي، دي أفضل شيء، أفضل شيء، صدقني. ناجي لو سمحت ممكن كلمة على جنب؟ أنا مش فاهمة أي حاجة من اللي بيحصل حواليا. أنت مجرجرنا معاك من بلد لبلد، من هنا لهنا، أنا مش فاهمة أي حاجة. أنت هربان من حاجة؟ عامل عاملة؟ صارحني يا ناجي، قول لي. إيه يا كمالي، هكون هربان من إيه يعني؟ مش وقته الكلام ده. مش مقتنع. في الطيارة هقول لك على كل حاجة، يلا. اتفضل أنت يا أستاذ سعد. هتوحشنا. أنت أكثر يا أستاذ ناجي. يا ريت تزورني أنت وأسرتك في مصر. إن شاء الله أستاذ ناجي، إن شاء الله. ناجي إيه بقى؟ الناس دلوقتي محمد سعيد جاسم. شفت؟ إحنا أخوة يا أستاذ ناجي. دخلتها مصري، خرجت منها عراقي، إحنا أخوة. البركة بقى في الدكتور إشلاجة. النبي يسلم لي عليه. يوصل يوصل. قول له بقى يعمل لي باسبور سويسري، جايز احتاجه ولا حاجة. ها؟ إن شاء الله. مع السلامة. مصحوب بالسلامة. لؤي نعم عمو. هلا حبيبي. شلونك؟ حطيت كتفي حلو. شكراً. لا عمو، ستوري اهلا وسهلا. شلونك عبد الرحمن؟ ناجي عطل الله هنا لان عندي موضوع احكي وياه. ما موجود، طلع. وين طلع؟ ما ادري. الاستاذ سعد هنا؟ هماتين ما موجود، طلع وما قال وين رايح. يعني ما تعرف فين راح؟ ما اعرف. ناجي عطل الله والشباب اللي وياه تركوا البيت نهائيا؟ اي ستوري. وين راحوا؟ ما اعرف. وين راحوا؟ ما نعرف وين، وهو حر. بس انا ردت. ايش تريد مني؟ لا لا ما ردت شيء. ردت اودع بس.
لؤي لؤي. نعم عمو. نعم عمو. حبيبي بدي اسالك سؤال. بابا وعمو ناجي والشباب اللي كانوا عندكم وين راحوا؟ عمو ما اقدر اقول لك لانه بابا قال لي لا تقول لي لاحد. بس انا مو احد، انا عمو ستوري، واذا قلت لي راح اعطيك نستله ثانيه. وين النستله؟ هاي النستله يا استاذ لؤي. بس قل وين راحوا؟ بس لا تقول لي لاحد. وعد مني ما اقول لاحد. وعد؟ وعد. راحوا لاربيل. اربيل؟ 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 אבל איך יכולים לנצוע? אוקיי. אוקיי, תנק יו. I'll talk to you. You talk to me too. דול סבו בגדד וטלעו על ארביל. מה הבעיה? احنا عندنا عملاء في كل العراق، في كل المناطق والمخارج الحدودية إلنا ناسنا. أنا بس بدي أفهم، يعني هن معقول يكونوا بدهم يسافروا من أربيل؟ It's impossible أدوم من أخيم. ما في طيران مباشر من أربيل للقاهرة. طيب كيف يعني؟ كيف راحوا بكل هالفلوس لأربيل؟ يعني إيش الفكرة؟ معقول لوين رايحين يعني؟ سمعت ماشي أمرتي أني في شاول خيم؟ سمعت يا أدون مناخم. ومي عسيتا؟ السخين שלנו بأربيل هيا شومع גם כן ويتخيل يتפל بعنيان. يا ولد الكلب يا ولد الكلب. لا 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 مش هينفع. لا وبعدين بص ما بيتكلمش. لا 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 ما فيش. وبعد ده في تلفزيون. تلفزيون هرجعه لك لو اقل من 21 قناه. انت 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 مبسوط؟ انت انت مرضي؟ مرضي تمام يا معلم. لا 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 انت انت معلم انت جديد قوي في بيعك. لا يا ابني كفاية منومات. ما العيال يمين قدامك هو من غير منومات ومن غير حاجة. ده مش منوم يا ناجي باشا، ده مهدئ. دي بقى أكتر حاجة تعجبني في الخواجات. شايف الراجل والست اللي قدامنا دول؟ شوفوا سنهم قد إيه وبرضه رايحين يتفسحوا. أنا أخدها منك كده. عشوشة اه عشوشة عشوشة. بص انت عشوشتك كلها بالنسبة لي. انت من ايه؟ زاهر روح شوف الحيوان اللي هناك ده بيعمل ايه مع الجماعة الصينيين دول وقول له ما يرغيش كتير. ماشي يا باشا. والله من ايه؟ شفت يا كبير؟ استلقطت لي عدة تليفون انما ايه؟ كاميرتين وتلفزيون 14 قناة وجراب. اه اصل العيال شوية السنين دول رايحين يعملوا مصلحة حلوة في مصر، فأنا قلت ايه؟ هم قالوا لي 100 دولار، بس أنا قمت عاصرهم ودافع لهم 150، اه عشان خاطر ايه ناكل لقمة حلوة هناك في مصر لما نروح. وريني. خد يا كبير. اه ده بيبوظ بسرعة. ايه ده؟ بجد يا كبير؟ على شاشة ولا زراير؟ لا 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 الصين هتضحك على عبد الجليل؟ يمين بالله يمين بالله ده انا هجيب السور ده فوق دماغ الصين كلها. الله خد يا خد يا خد يا ابل فلوسي. اه بقول لك ايه ابل فلوسي. اه البلد البلد دبك في نفوقك. لا لا ميسي ناجي طالع ماشي تكيرني. لا مش واخد بالي الحقيقه. أنا نيكولا بيردو، أنا بشتغل في السفارة الفرنسية في تل أبيب. أنا قابلت أنت في حفلة السفارة. أوه بيردو، إزيك؟ أنا ما عرفتكش، أنا آسف، إزيك؟ عشان خلاص سافرت السفارة وبقيت حر. بقيت حر، أه. وأنت مسافر مصر ولا تركيا؟ لا، مصر. لازم نشوفك هناك. ضروري إن شاء الله، ضروري. كارولين؟ المدام بتاعي كاميليا. المدام بتاعي شاطي مدام.
Enchanté, monsieur.